بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله تعالى سوف نحل تدريبات درس الأسماء الخمسة للصف السابع. بسم الله نبدأ. ابتداء تذكير الأسماء الخمسة هي أب، أخ، حم، ذو، فو. أما علامات إعراب الأسماء الخمسة فهي الواو علامة الرفع، مثل أبو صالح رجل فاضل، فأبو هنا مرفوعة، مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو. والألف هي علامة النصب، إن أخاك، فأخاك هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف. والياء هي علامة الجر، مثال لا تتحدث والطعام في فيك، فكلمة فيك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. الآن ما هي شروط إعراب الأسماء الخمسة بالعلامات الفرعية؟ الشرط الأول أن تكون مفردة غير مثنى ولا مجموعة، إذن أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير غير ياء المتكلم، مثلا كلمة أبي وأخي ليست من الأسماء الخمسة لأنها مضافة إلى ياء المتكلم. التمرين الأول، عين الأسماء الخمسة ثم حدد علامة إعرابها في كل مما يأتي. ألف، قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله العظيم. الآن كلمة إخوته، انتبهوا، هنا ليست من الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأنها جمع، وقلنا شرط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. الآن كلمة أخوه هي من الأسماء الخمسة، وعلامة إعرابها هي الواو، علامة الإعراب هي الواو كما تلاحظون. أما كلمة أبانا فهي أيضا من الأسماء الخمسة، والألف هي علامة الإعراب، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف. وكلمة أبيكم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، إذا فعلامة الإعراب هنا الياء. والمثال ب: فما كل ذي لب بمؤتيك نصحه. هنا كلمة ذي هي اسم مجرور، عفوا، هي مضاف إليه، مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الياء، فنلاحظ هنا أن علامة الإعراب هي الياء. المثال جيم: رأيت حما خالد في المركز التجاري. الآن حما مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الألف. إذن العلامة الإعرابية هنا الألف. املأ الفراغ في كل مما يأتي بما يناسبه بين القوسين. لقد هذبك أبوك، لماذا اخترنا هذه الكلمة أبوك فأحسن تهذيبك؟ لأن أبوك كلمة أبوك فاعل، والفاعل يكون مرفوعا والواو هي علامة الرفع. هنا احذر صحبة ذي الوجهين مضاف إليه، إذا اخترنا ذي لأن موقعها الإعرابي مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا والياء هي علامة الجر. جيم: فخذ من أخيك العفو واغفر ذنوبه ولا تك في كل الأمور تجانبه. الآن هنا اخترنا كلمة أخيك، لماذا؟ لأنها اسم مجرور وعلامة جره الياء، وأخيك هي التي تحتوي على الياء وهي المجرورة، أما أخوك فهي مرفوعة وأخاك منصوبة. أعرف ما تحته خط في الفقرة الآتية إعرابا صحيحا. الآن الكلمة الأولى: يا أبتي أدرك فاها، فكلمة فاها هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لأن الأسماء الخمسة تنصب بالألف. وهنا لقد غلبني فوها، فوها هنا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو، لأن علامة رفع الأسماء الخمسة هي الواو. والكلمة الأخيرة بفيها، هنا كلمة بفيها الباء حرف جر، وهنا بفيها اسم
مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، إذا هنا ننتبه اسم مجرور. السؤال الرابع: بين سبب عدم إعراب الكلمات الملونة إعراب الأسماء الخمسة فيما يأتي. نريد أن نرى هل طبقت الشروط أم لا. إذا لم تنطبق الشروط فلا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، فتكون علامة الإعراب الحركات وليس الحروف. المثال ألف، انتبهوا، كلمة أخي هنا لماذا ليست من الأسماء الخمسة؟ لأنها مضافة إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم. وقلنا شرط الأسماء الخمسة حتى تعرب بالعلامات الفرعية ألا تضاف إلى ياء المتكلم. أما كلمة الأبوان فهي ليست من الأسماء الخمسة، لماذا؟ لأنها مثنى، كما نلاحظون لأنها مثنى، وتكون هنا فاعل المرفوع لم ترفعه الألف لأنه مثنى. الآن كلمة ذوي هنا وظلم ذوي مضاف إليه، ولكنها هنا ليست مفردة وإنما ملحق بجمع المذكر السالم. والمثال الأخير، كلمة آباؤكم هي جمع تكسير وليست مفردة، بالتالي تعرب بالحركات وليس بالعلامات الفرعية. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.